نتكلم شوية عن الكتاب تحت أمرك. وإيه اللي ذكرته في الكتاب؟ وإيه أهم العناوين اللي كانت بالنسبة لك مهمة جداً إنك تتكلم عنها في الكتاب؟ هو الكتاب بيتقسم لأربع أبواب. الباب الأولاني بيتكلم عن اسمه في مملكة العملاق، وبيتكلم عن مسلسلات أسامة أنور عكاشة بترتيب زمني، من بداية من المشربية سنة 78 وحتى زيزينيا سنة 97. دول أول مجموعة حاجات، يمكن حوالي 13 مسلسل من مسلسلات أسامة أنور عكاشة، من المشربية، وقال البحر، أنا وأنت وبابا في المشمش، زيزينيا، الحب وأشياء أخرى، مجموعة من المسلسلات الشهيرة يعني. الباب الثاني بيتكلم عن ليالي الحلمية. ليالي الحلمية بجزئين، طبعا سحر ليالي الحلمية وإيه اللي ميز ليالي الحلمية كمسلسل، وشخصية مصر في أدب أسامة أنور عكاشة. الفصل الثالث يمكن بيتكلم عن مسلسلين انا بحبهم بشكل خاص خارج عالم أسامة أنور عكاشة، اللي هم البشاير لوحيد حامد والمال والبنون لمحمد جلال عبد القوي، لا سيما طبعا في الجزء الاول. وبعد كده الجزء الرابع يمكن بيتكلم عن مسلسلات معاصره شويه زي كلبش والاختيار. اوكي، المسلسلات بقى المعاصره، هم الاثنين دول، لان يمكن كلبش والاختيار وهجمه مرتده، الثلاث مسلسلات ده او المثلث ده تحديدا يعني فكرنا بايام زمان، وعمل شكل من اشكال التجمع حقيقي، نجاح كمان جماهيري كبير جدا جدا الحقيقه. وكان في كمان يعني توثيق لاحداث كمان مهمه قوي، واتبسطنا قوي ان اولادنا بيشوفوا الحاجات دي، واتبسطنا ان الجيل الصغير بجد اللي ما يعرفش اي حاجه خالص ابتدى يتفرج وابتدى يشوف. وكان مسلسل الساعة 7، وحضرتك بقى كمان يعني فتحت موضوع علينا حلو قوي، ما كانش فيه فكرة انه العيلة كلها ما ينفعش تقعد تتفرج طبعا، ده كانت حاجة خالص يعني، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه ادخل عشان المسلسل ده بتاع الكبار بس، ما كانش فيه اقفل عينك عشان ما ينفعش تشوف المنظر ده، ما كانش فيه حط ايدك على ودنك عشان ما ينفعش تسمع اللفظ ده. ويمكن دي كانت من اشهر ومن اكتر المميزات اللي كانت بتميز العصر ده في الدراما طبعا، ودي كانت قوة النعمة لمصر، وكانت دي قوة حتى التلفزيون المصري طبعا. ويمكن الاختيار حقق المعادلة دي، كل المسلسلات اللي حضرتك قلتها اللي هي المعاصرة كانت من أسباب نجاحها إن احنا تلمينا كلنا اتفرجنا عليها حقيقي طبعا. طيب.